مباراة حلوة والله. تدرون ليش؟ تدرون ليش مباراة حلوة؟ لأن الصين بتتعنف. بنستمتع بالمنظر احنا يا جماعة. نزلت تغريدة الهدف منها انكم تردون على التغريدة بنفس الشيء اللي انا حاطه. ابيكم تردون علي بنفس اسماءكم وحاطين الشعار لانه مجاني عند الكل ترى. يلا كلكم كلكم بارادس عندك مونو اماراتي تشيرلي وخلدون ولامو. يا ساتر يا ساتر. ليه ما يلعبون الطور حق 5 بوينت؟ اوكي ما يلعبون الطور حق 5 بوينت لانهم مقسمين المابات. اول ماب دايم كنترول، ما لاحظت كل اللي قام البداية اول جيم يكون كنترول، ثاني جيم على طول بيلد، ثالث جيم بوش، رابع جيم اللي هو البوينتات ذي. البوينتات هذه ما في رابع جيم، تكون لما تكون بالربع النهائي راح تكون موجودة، راح تكون مرة ممتعة. تمن الصدق والله اتمنى سفاله تندعس. اتمنى المباراة تكون وين سايد والله. اتمنى هم بيخسرون غالبا اسبانيا، بس ودي انه مرة يطلعون بشكل خايس. لأن أمريكا أمس صح إنهم فازوا بس طلع بشكل سيء صراحة. شكرا يا شكرا حمدان على فقدة صب. يجمع بسكر بالإرتات عشان ما يجي كوبي رايت على المقطع اللي في اليوتيوب. أوكي thank you. قاعد يضحك الصيني. أي ما هم غلا. قلت لكم ذيك البنت السعودية هذا اسمه قالا هذا لاعب اسباني. بس امس واحد سالنا سؤال قال هذه غالة بنت، قلت ايوه خلاص. بس المهم علينا. هذا شايف جاء ترى كويس، ترى مره كويس. اصدق احس كومب اسباني اقوى. كومب اسباني اقوى يا جماعة. يقلع عم الضحك لو اسباني فازت. مستحيل. تذكرون نظرية امس اللي قلت على مباراة فرنسا وامريكا، اللي يفوز اول بوينت اللي يفوز اول فايت يخسر الجيم؟ تذكرونها صح؟ Unbothered for the most part as far away and links are attempting to him rapidly, and there it is. Lee finds Kanae. Looks like a try shot actually secured that kill. Now Lee is free to go into the back line and start to Adas drags Gala down as they try to outburst to the high ground. China very quickly now get themselves some percentage. Yeah, and Gushue able to get the benefits of the nano. This should have been doing كثير يا اخي. A little bit extra damage and also sturdiness get right up in the mix. حسيت ما افضل شخصيه تضيف معه. بس لازم دايف يعني لازم تسيف الاوب مره. اسبانيا كويسه ايش دعوه، ترى اسبانيا ثالث افضل فريق اوروبي. مين تشوفون احسن، فنلندا ولا اسبانيا؟ تون الصدق؟ والله ما ادري. يبغالنا نشوف مباراة ضد بعض. عن نفسي احس فنلندا اقوى. المثل القديم، المثل الجديد ما ادري. عموما هي اربع منتخبات اوروبيه، بريطانيا السعوديه واسبانيا وفنلندا. هذه اربع منتخبات. تبون السعوديه بالنسبه لي، بعدين بريطانيا، بعدين فنلندا، بعدين اسبانيا. ممكن اسبانيا اسوء شيء، ممكن اسبانيا اقوى بهالمتى. فرنسا صح، فرنسا ما بعد. فرنسا كم تعطونها؟ والله صدق ما ادري، ايش رايكم؟ احس فرنسا واسبانيا بتكون كلوز المباراه لو لعبوا ضد بعض يوم الايام. بس يا اخي عندهم نقاط ضعف، يعني اسبانيا عندهم تانكهم والله معليش مو مره يعني. وفرنسا دبساتهم. اوكو كان معاذ السب. الله يدوم نشيط. شرف الزاوية. نايس. كلوز يعني احنا بنستمتع. اتوقع الحين انا ما مات الا مرة واحدة صح؟
with a zombie, even Gooshrank gets rid of health. This might be flipped back as quickly as Spain were able to take it, and so it is. اسمع والله تعرفون ايش يميز المنتخبات. كوريا والصين وذول. والله الباك لاين يا اخي اقسم بالله انا والبريك يجونك اقسم بالله قوياء. والله العظيم كنت العب السيرفر الكوري كنت اتجنب اسوي فيرن مع باتيست. اتجنب اسوي فيرن مع الانا ادري اني ما راح افوز. حتى لو فزت الفايت بتعاني. لو قتلته بتعاني. مباراة السعودية الساعة 2 يا جماعة والله العظيم ان كومبا من وجهة نظري طبعا كومبا اسبانيا اقوى من الصين مع ذلك الصين قاعد يفوزون يعني يا ان الصين مرة قوياء واسبانيا سيئين يا ابوي ليش تحسبون كولومبيا معهم بنت ذا ولد؟ ها؟ شكلها سبيد على ترون سب الدايف حقهم قوي يب وبريك معهم والله الصين towards this point here it's a little bit risky especially if Leave is at large playing from a flanking spot Leave has that duplicate up he's looking for the Orisa once more this could be a problem energy javelin comes in and Leave is on the hunt he might lose most of this yeah dupe form to the bastion لا ولد ولد it means that Gushman doesn't have to suffer it and here comes Shy at three oh ساتر يا ساتر انطقوا Leave getting involved as well and that is a problem هذا المنتخب اللي يخوف صدق لا كوريا ولا امريكا هذا المنتخب اللي يخوف والله العظيم ان هذا يخوف انا اقول لكم اياها هذا المنتخب اللي يخوف اقسم بالله انا مقويا مره هذا المنتخب اللي لو انا قاعد العب مع المنتخب السعودي صدق راح اشيل همهم مره اللي صدق ما عنده نقطه ضعف باذن الله راح ندعسهم باذن الله يا رجال بيحشرون سبون طيب بتشوف لا تخضع على الجانب حتى لو كذا عيب يا اخي اقول اخيرا ما ادري قاعد يموتون يا اخي قاعد يسوون كليبات للتيك توك مباراه الساعة 2 ايكو قويه اذا نحط عند شخص مناسب طقه مع كوبي يا جماعة خاف من امريكا صدقني لا صدقني الصين اقوى بمليون مرة اذا احنا ما فزنا على الصين راح يفوزون بكاس العالم املنا بكوارد ويوبي وكيسيه والطقه انهم يدعسون الصين لو احنا ما دعسناهم راح يفوزون كاس العالم خذها مني بلاك هبد هبدا مليون واحد في تيك توك شافها مليون 300 الف شافوها وهق مليون 300 واحد كذب على مليون 300 واحد الله يعينك يا بلاك والله عافيه يا بلاك صارت بلاك تخصص هبد ونقل علوم despite this shy is still playing rather aggressively here maybe feeling very comfortable
يبي برضه تحليله كان منطقي صدق. تبص صدق انا توقعت حشيش في البداية والله صدق، بس اني ما قلت لحد يعني ما هبت، فلا تكسكت يا بلاك صارت زيي. توقعت من الاقيام هم ياخذون، والله اني ما استهبل يا اخي شكله شبهه ما ادري والله حسيت كذا انا، بس اني سكت يعني ما قلت نظرية وفرتها لنفسي، فاحس انك سكت زي بلاك سارد لان شفت اللعيبه السعوديين مو قاعد يستعملونها، قلت لك شكله شيء حرام والله العظيم. ميك سنس لو تفكرون بمنطق كلامي ميك سنس، ولا احد من العرب قاعد يستعملها، لا كوارت ولا قلت شكله خلاص شكله شيء حرام، اضطر امي انه شيء حار. اقتنعتوا ولا لا؟ والله لأن يا جماعه في لعيبه عندنا بالدوري السعودي يجيبون كذا شيء ما ادري شو نفس الشيء، والله انه ميك سنس يجيبون نفس كذا زي الدخان بس نوع ثاني يقولون ما ادري شو يستعملونه دايم بين الايام، فقلت شكله شيء زي كذا. فتوقعت انهم هم يسكنون يسوون كذا. مو بيب شيء ثاني نفس الدخان تقريبا ما ادري شو والله، بس انه مسموح اتوقع عندنا ماني متاكد، اتوقع مسموح الاجانب يستعملون عندنا بس هو حرام. ما ادري ما بيهبد والله ما اعرف، بس في شيء كذا يستعملونه، بس كان عند بعض الاجانب ما شفت عند عرب. انا توقعت كذا والله بلاك سارد، انت توقعت حق التوتر عاد. سيجارة لا ما ادري والله ما اعرف يا جماعه. عموما يوم شفتها انا توقعت انه نفس الشيء نفس اللي عندهم، بس سل وفرت المعلومه لنفسي، بس خلاص الحين يوم عرفنا وش سلفتها ذي قلت لكم ان سلفتها ان هي حاره وتخلي يدك. احس ودي اجربها والله، لان انا العب دائما الغرفه بارده مره، بشوفها لي تفرق ولا لا، لان يقولون حاره يعني مره ويطول حاره. انت بعد تبقى معلش رحنا بعيد، نرجع لموضوعنا. الاسبانيين قاعد يتعنفون من الصين، ما هي اللاعب سيء والله. إذن بعد ما نتأهل مجموعتنا إن شاء الله بعدها إيش؟ بعدها نلعب خروج مغلوب، اللي يخسر يطلع برا البطولة خلاص. اللي هو نلعب دور 8. أتوقع دور 8. دور 8 بعدها نفوز جيم نصف النهائي بعدها النهائي على طول. إيه كذا ربع نهائي يعني. ما في لوزر براكت، اللي يخسر باي باي. اللي يخسر يشيل كبار دماس على مدينته. بس راح تكون الأيام بيست اوف 3. يعني الفريق اللي يجيب 3 أول بيست اوف 5 حتكون. فيست اوف 3. اللي يجيب 3 أول هو الفايز. ما حتكون زي كذا. يلا بارك الله لكم الصوت. إذا فزنا اليوم راح نتأهل للمركز الأول. مهما صار مباراتنا ضد فرنسا. تخيلوا. إذا اليوم احنا فزنا راح نتأهل للمركز الأول. نتأهل للمركز الأول نلعب ضد إسبانيا. ونفوز على إسبانيا نروح نصف النهائي. على طول. لو خسرنا راح نتأهل المركز الثاني، لو فزنا على فرنسا راح نلعب ضد الصين على طول تخيلوا. فلازم نفوز اليوم، عشان كذا اقول لكم مباراة مهمة، قاعد اشرح لكم انا مباراة مهمة مرة. بعدها نفوز نص النهائي يجينا اتوقع بريطانيا ماني متأكد، بعدين نهائي ضد الصين. يوه.
هو يمديك تفوز على اسبانيا حتى لو خسرت اليوم ضد امريكا، بس عندك حل انك تسهل الطريق على نفسك. يمديك تسهل الطريق على نفسك، يمديك تصعبه. اذا فزت اليوم بتسهله، تكون مره بسيط الطريق. كوريا والصين، اتوقع الصين حيفوزون. اخر ماتش يلا. صراحة وات اوكي هجت، ما ادري، احس الصين كويسين، بس انه يسوقونها شوي. طيب تبون اعطيكم معلومة ثانية؟ لو اسبانيا فازت على الصين، احنا لو تخسرنا ضد امريكا راح نقابل اسبانيا، لان احنا نلعب ضد المركز الاول بمجموعتهم. فاذا فازت الحين اسبانيا حتصير المركز الاول على مجموعتها، بس ما راح تفوز صراحة. حتى لو انها فازت 2-1 اسبانيا، انا ودي اني نلعب اسبانيا. بس اسبانيا احس الصين قاعد يسوقونها يا جماعة. وش اللي يدوم؟ احس غير يا خلاص. وبرز. The Genji is here to just like, you know, it's gonna be Gushue and Lee putting tons of pressure either on Gala on the Alari. إذا في نقطة صالفت فيها في مقطع إن البنت إسبانية وصولها سعودية، لا كنت أهب، كنت أسوقها يا لا تل... أنا آسف إنك صدقت، كنت أقطق على واحد والله. لا هذا واحد اسمه قالا، مو بغلا، اسمه قالا. اعذرنا من اليوم رايح راح اعطيكم معلومات صدقيه عشان ما تصدقوني، او اني بعد ما اسوقها اقول اني استهبل، بس ما حد يصدق. اما انا صدقت والله، ادري كلكم صدقتوا، ادري كثير صدقوا مره يا جماعه، ما ادري شو صدقتوا والله. ما عليك من اللي موجود في البراكت، مو بكويس ذاك، ما عليك منه. امس كان عندي شغل، بس اليوم مع المنتخب الى الفجر. صافقة يا اخي. لا انا اقول لكم سالفه، جاء واحد سالني قال لي هذا غلب انت؟ قلت له ايه سعوديه، وعاد يا ساتر صدقوا. خلاص ما راح استهبل، حزنتوني. يا جماعه اوكي، اليوم عندنا مباراه السعوديه ضد امريكا. بقول لكم شيء، لما يصير الشات في اعلانات زي الحين، لما كلهم يكتبون اعلان، وش نسوي اللي عندهم سبسكرايب، اللي مسوين اشتراك ب 8 ريال هذا؟ كلكم امدحوا لعيبة المنتخب. جاهم اعلان كلكم قولوا يا عمري يا كوار نايس يوبي ميلت كذا، فهمتوا؟ امدحوا المنتخب. خلاص؟ كل واحد يدور له واحد يمدحه، انا بختار يوبي. واحد فيكم يختار كوارت، اثنين كذا سبورتات هاك وماجد، واحد يمدح لبدح ومو موجود عادي، على اساس انه خلص الجيم ودخل لبدح وهم لسه عندهم اعلان. عشان مرة ثانية تسوون سب. هم حيكتبون اعلانات، ما عليك، هم فجأة كذا 20 واحد يكتب اعلان. واحد يختار كي اس اي، كل واحد يختار له واحد. انا عندي يوبي، اوكي؟ كذا راح اكتب انا راح اكتب زي كذا يا عمري ايوبي، كل واحد يدور له شيء وينسخه كذا، انا اكتب ذي. سكع السب يا بوبا يوريك. يا عمري المدربي امدح ولي. Maybe you're able to deal with them rather quickly.
Punk is playing pretty far forward and only Garlo trying to keep him topped up there. Links instantly picks off that. أني راح أمدح برين ها 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 ما يجيني إعلان وأنت مو مشترك. أما بمشي. المهم يلا خلاص كل واحد يضبط له اسم، انا اخترت الاسم الحين. المشكلة يوتيوب بيسمعون ذي السوالف الله يعين. جماعة والله اني قللت الاعلانات صدق، ترى صدق بعيدا عن التكتك والله اني قللتها. اوكي اسبانيا يرسونها. ما راح يفوزون. The accretion against the Genji and the Doom, right? You have the ability to, you know, add another protective layer for the Bastion with the kinetic. واو يا الهايد، واو يا الهايد. شكرا احمد على السب، شكرا شكرا اللي سوى سب تسويق. الله اني قلت لكم ما راح يفوزون يا جماعه، حتى لو الصراحه والله العظيم سينك يا مره يا اخي، والله كومبو بعد مو مره كويس. يا بلاك صار انت تحط بيوتي ذاكر يا اخي خلاص، خلني اذكر اسمك براحتي. Lee doesn't seem too worried about that. The threat of Punk's hit scan, though. إيه. بزيد 200,000 تويتش كل عم القوة يا أخي. والله ساطين يا جماعة. والله إن الرقم كبير. Maybe a slightly more respectful from the team from China, but they are just playing a bit more safely. Well, when they got Leng so low, they actually thought they could actually go in and maybe finish the kill. But, you know, unlike, you know, you see Gushe, right? A player gets low, right? They're able to jump in, finish that kill off. Like, you can't really do that, you know, trying to get the Orisa, like, spear spin. Yes, I'm one of the best players in all the games. China, Saudi, America, Korea. A team from China out last time. This time, though, they're playing a little bit of a different tempo. There'll be a trade of kills, though. Gala, having switched off of that Iliari, gets taken down by Lexa, who's still on the aforementioned. Shy getting picked off. I think that's. قبل كم ساعة كنت أقول لك إنه مستحيل يصير درو. Okay, أخذ التكنة ما بعد. يا فاز يا. So you did give up 44%. No, 2 minutes 28 seconds. Not a huge amount of time here for China for their attack. So did make some progress here for Spain. So that's slightly more aggressive positioning in there. Gala does not get through the choke in the end. The captive sun from Lengsa fired off here and lead descends upon Bones. This will be about it for this push from Spain, and the team from China have a very clear cut win condition now. يا ولد ليش المباراة الساعة 2؟ قلت لك تفاهم مع برين هو اللي ماسك الوقت يا جماعة. أمزح لا يصدق بعد نفس سالفة غلا ذي، لأن في واحد يعطيه العافية ما قصر. برين ايش رايك تخلي مباراة المنتخب مع أمريكا الساعة 10 بالله؟ يزن يقول لا برين ماسك الأوقات خلاص ما عاد بنمزح، صدقوني ما عاد بنمزح. In terms of burst, right? But a little bit more consistent damage. Can you put some dynamites down here to get some players low and maybe اخذت اللقب من بلاك سارد. Gala has the healing pylon set up for Okay, اخذ ديك ثاني position. So Spain actually giving up a lot more ground early than the team from China did. They're not playing. دام الضحكة يا كاتش المنتخب، احلى من يضحك. دام دام بس فوزنا تكفى اليوم. انا مستعد اصير لك مهرج 3 ايام. بس فوزنا على امريكا اليوم. والله نفزنا اليوم على امريكا يا جماعه، اكبر قوية راح تشوفون باذن الله. وبعزم كل اللعيبه. انا مسوي ابو فله بس عافي. بطفر بعده بس والله يستاهل.
Well, the thing they didn't do there, Spain, is they didn't overextend, right? They got اخر فايت. والله بعزمكم كلكم، والله راح احول البرين. صدق روحوا مطعم وقولوا لي كم الحساب راح احول لكم. كلكم. ما عدا الاجانب ها. الاجانب انت حقكم، اللعيبة بس. اخي انا بنعزمك. خلاص شغلتني. يا جماعة هذا الشيء تعرف ايش لك اذا فزت؟ لك باند. مع السلامة. الله يستر عليك ولي. فيها فيها خلاص جي ما قلت كذا الا عشان احنا فايزين. والله نفوز ليش لا؟ والله نفوز عادي. والله يا جماعه اني ما ادري قديش ابي افوز على امريكا. امريكا هم اللي بنادوني من كاس العالم بس كذا انا مشخصن. حلو مره. فانزات امريكا هم اللي بنادوني من كاس العالم مو بامريكا نفسها. جدي والله جدي. بس والله يا جماعه اني اقول لكم صدقني انا حازم كل اللعيبه بس فوزوا تكفون. والله ان كلنا متفائلين كلنا هيك المباراه. والله بنهي المقطع بحللكم اخر تحليل. الصدق يا جماعه الخير اوكي اسبانيا مو اسبانيا الصين قاعد يلعبون كومب خايس اوكي ركزوا معنا كومب خايس ضد اسبانيا يعني كومب اسبانيا اقوى من الصين مع ذلك كومب اسبانيا اقوى من الصين مع ذلك الصين دعس عليهم دعس فما بالك لو يلعبون كومب كويس الصين اقسم بالله الصين مره يخوفون. مع السلامه اللي في اليوتيوب بعد شيء مباراه السعوديه الساعه 2 اذا المقطع نزل قبلها يمديك تشوفها معنا في البث اذا ما شفتها راح ان شاء الله تنزل باليوتيوب بعد بكم ساعه باذن الله. مع السلامه في اليوتيوب يلا بنكمل احنا.